في حاجه سامه في حياتك امتى اتعلمت درس فيها بدخول العلاقه دي. في كمان تدخل من الاخرين في ما لا يعنيهم في حياتك، وكانهم انت بالنسبه لهم اله بيحركوك. العلاقه دي دخلت في حياتك علشان تفوقك. على فكره ممكن العلاقه دي تكون شخص بيرشدك، مثلا انتوا بتخشوا دلوقتي تسمعوا القناة بتاعتي كإرشاد، مش كده؟ يمكن يكون انا الإرشاد ده ليكم، والله اعلى واعلم. ويمكن يكون الإرشاد ده هو شخص تاني، قناة تانية انت بتسمع ليها في الإرشاد برضو، فأرشدتك بانك تبعد عن اشخاص، تاخد بالك، تفتح عينيك، تبعد عن شيء معين بيضر صحتك، تاخد بالك من صحتك، تمشي بوضوح، تشوف الدروس اللي انت بتاخدها الكرمية او غير الكرمية. فطبعا الدخول للاشخاص دي مش شرط يا جماعة يكون شخص محب، مش شرط يكون علاقة حب. العلاقات اللي بتدخل في حياتنا هي علشان تعلمنا دروس، حتى لو دخلت في توقيت خاطئ. انت بتعتقد كده، ان بتقول التوقيت ده كان خطأ مش صحيح، المفروض العلاقة دي كانت تخش مثلا في توقيت صح. لا، هو عند ربنا ده التوقيت الصح اللي دخلت فيه العلاقة دي في حياتك علشان تنجدك، علشان تطلعك من شيء معين انت تاخد بالك منه، انت كنت هتضيع مثلا.